بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر محظورات الإحرام وهي 9، ذكرها مفصلة، والآن يريد أن يبين الفدية التي تلزم في من فعل محظورا من هذه المحظورات. وفعل المحظورات لا يخلو، إما أن يكون عن تعمد، وإما أن يكون عن جهل أو نسيان، ولكل حكمه. وأيضا المحظور إما أن يكون إتلافا، وإما أن يكون غير إتلاف. فعندهم الإتلاف يستوي فيه العامد وغير المتعمد، ففيه الفدية. وأما غير الإتلاف فهذا يعذر فيه الناس والجاهل. وحلق الشعر هذا من الإتلاف، تجب فيه الفدية، لأن الله جل وعلا أوجبها بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، وأن الإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، هذه الصدقة، أو نسك وهو ذبح شاة. لكن ما هو الحلق الذي المقدار الذي تجب به الفدية إذا حلقه؟ يقول 3 شعرات فأكثر، لأن هذا أقل الجمع. فإذا أخذ 3 شعرات فأكثر وجبت عليه الفدية المنصوصة بالقرآن. نعم. ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. نعم، إذا كان المأخوذ من الأظفار أو من الشعر أقل من 3 فلا تجب فيه الفدية الكاملة، وإنما يجب فيه الظهر الواحد طعام مسكين، والظهران طعام مسكينين، كذلك الشعر. ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين. كل واحد يعني ظفر أو شعرة طعام مسكين. نعم. وفي الثلاث فأكثر 3 أظفار قصها و3 شعرات حلقها، فيها الفدية المنصوص عليها في القرآن. نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. نعم. ويقاس على الرأس ما فيه ترفه، مثل التطيب، ومثل لبس المخيط، ومثل تغطية الرأس بملاصق، فهذه فيها الفدية كما في الحلق، كما في فدية الحلق المذكورة في الآية: فمن لبس المخيط وهو محرم، أو تطيب وهو محرم، أو تعمد شم الطيب وهو محرم، أو غطى رأسه بملاصق وهو محرم متعمدا، ففيه الفدية مثل حلق الرأس. أما إذا غطى رأسه بغير ملاصق، كأن استظل في خيمة أو تحت شجرة، أو دخل في منزل، أو استظل بالشمسية، هذا ليس عليه شيء، لأن هذا غير ملاصق. نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط
وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. نعم، الطيب يستوي فيه الشم ويستوي فيه وضعه في الثوب أو على البدن، ففيه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب وقال في الميت المحرم لا تمسوه طيبا. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. من محظورات الإحرام قتل الصيد، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. والمراد بالصيد هنا ما يعيش في البر، متوحش، المتوحش الذي يعيش في البر وينفر من الناس كالظبا والأرانب وبقر الوحش والطيور المأكولة، هذا كله يدخل في الصيد. فمن قتله متعمدا فإنه ينظر، إن كان له مثل يماثله من حيوانات فجزاء مثل ما قتل، ففي النعامة بدنه وفي الحمامة شاة وهكذا، لأن هذا مثلها من الحيوانات المالوف الأليفة مثل ما قتل من النعم. من الذي يحكم بالمثلية؟ أهل الخبرة، لواء عدل منكم يعرض عليهم ويحكمون بالمثلية، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم في أشياء، فما حكم به الصحابة ينفذ، وما لم يرد فيه حكم فإنه يعرض على الحكمين، يحكم به لواء عدل منكم فيقرران المثلية فيؤخذ بها. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصل، صيدا مأكولا، أما غير المأكول كالغربان والحدى والطيور التي لا تؤكل، وكذلك الذئاب والنمور والأسود وغير ذلك، أي ما هي مأكولة لا يجب فيها شيء. نعم. بريا أصلا فعليه، بريا إن قتل شيئا ما يعني أهليا كالدجاج، هذا ليس هو طير لكنه أليف، ليس بريا، هذا لا بأس به، فيذبحه المحرم ويأكله مثل الغنم ومثل البقر، هذا حيوان أهلي ما هو بري. نعم. بريا أصلا فعل يعني أصله بري، حتى لو ربي، لو ربي واستأنس بالناس لكن أصله أنه بري، هو باق على أصله، فيه الفدية. نعم. فعليه جزاؤه، عليه جزاؤه كما في الآية، فجزاء مثل ما قتل. نعم. والجماع، وقوله من النعم يعني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه النعم. نعم. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي فيه، هذا محظور الجماع إذا جامع وهو محرم، فهذا إن كان في الحج، إن كان في الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني بعد ما وقف بعرفة وبات في مزدلفة وقع منه الجماع قبل الرمي وقبل أن يفعل شيئا من المناسك يوم العيد، فهذا يفسد حجه، يفسد حجه ويمضي فيه ويكمله، ثم من العام القابل يحج قضاء، وعليه ذبح بدنه، ذبح بدنه من الإبل. نعم. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، فكذلك العمرة إذا جامع بعد الإحرام بها قبل الطواف والسعي فسدت عمرته، ويمضي فيها ويكملها وهي فاسدة، ثم يرجع إلى الميقات أو يحرم بعمرة ثانية قضاء للفاسدة، ويذبح شاة في مكة، هذا المعتمد. نعم.
وفيه لحج بدنة ولعمرة شات. نعم، فساد الحج الفاسد فيه بدنة من الإبل، هكذا حكم الصحابة رضي الله عنه. وفي العمرة إذا أفسدها فيها شات. نعم. ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا. نعم، يقضيانه إن كانا مكلفين، يعني قد بلغ سن التكليف يلزمهم ما ذكر. نعم. ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف. والقضاء من غير المكلف يكون بعد التكليف، أما المكلف فيقضيه فورا. نعم. إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة. أما المباشرة، لو باشر زوجته، لمسها أو مسها بيده بشهوة أو قبلها بشهوة، فإنه لا يفسد حجه، لأن هذا ليس جماعا، لأن هذا ليس جماعا، لكنه محرم يأثم به، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه من اللمس والقبلة والكلام فيه وغير ذلك، هذا رفث يأثم به ويستغفر وليس عليه فدية. نعم. ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات. فإذا باشر زوجته من غير جماع بشهوة لم يفسد حجه، وعليه بدنة في الحج وعليه شات في العمرة. نعم. ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات ولا. نعم، فإذا باشر امرأته من غير جماع بشهوة وهو محرم، فإن حصل منه إنزال مع المباشرة فعليه بدنة، وإن لم يحصل منه إنزال لكنه باشر بشهوة فعليه شات. نعم. ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. أما لو جامع الحاج، لو جامع الحاج بعد التحلل الأول، رمى الجمرة وحلق رأسه ثم استعجل وجامع زوجته، هذا لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، لأنه تحلل التحلل الأول، لكن عليه شات، عليه شات فدية للمحظور الذي فعله قبل إكمال حجه. نعم. ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. أما قوله يحرم، هذا فيه نظر، هذا قول في المذهب، لكن الصحيح أنه لا يحرم، لأنه تحلل من الإحرام، كيف يحرم مرة ثانية؟ فلا يحرم، لكن عليه أن يكمل حجه وعليه شاة. نعم. وإحرام امرأة كرجل. نعم، انتهى من بيان محظورات الإحرام، هذا بالنسبة للرجال. محظورات الإحرام على قسمين: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال، قسم خاص بالرجال. فالطيب عام للرجال والنساء، وقتل الصيد عام للرجال والنساء، وأما لبس المخيط هذا خاص بالرجال، تغطية الرأس هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال. أما النساء فتلبس المخيط وتغطي نفسها وتحتجب، لكن يحرم عليها شيئان من اللباس: الشيء الأول البرقع أو النقاب، ما خيط على قدر الوجه من برقع أو نقاب، وهو ما يغطي الوجه وتظهر منه العينان، ألا هو البرقع والنقاب، هذا يحرم على المحرم، فتنزعه وتغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار. والشيء الثاني مما يحرم على المرأة: لبس القفازين على الكفين، وهما الشراريب المنسوجة أو المخيطة للكفين، هذا
الذي يحرم على المرأة من الملابس في الإحرام، البرقع أو النقاب والقفازان على الكفين، وما عدا ذلك فتلبس ما شاءت لأنها بحاجة إلى الستر. وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. لا، تغطية الوجه ما هو صحيح، يلزمها تغطية الوجه. بقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا دليل على أنه ليست المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، إلا أنها لا تغطيه بالبرقع أو النقاب، هذا الذي ورد النهي عنه، لم تنهى عن تغطية وجهها، وإنما نهيت عن لبس البرقع والنقاب والقفازين، هذا الذي نهيت عنه المرأة. نعم. وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. هو بصحيح هذا، يجب عليها أن تغطيه وليس عليها شيء، لكن لا تغطيه بما ورد في الحديث وهو النقاب. نعم. فصل في الفدية. نعم، الفدية على قسمين: فدية نسك وهي فدية التمتع والقران، هذه فدية نسك. والنوع الثاني فدية جبران، وهي ما يجب بفعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. هذه الفدية، هذه أقسامها، بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب كما يأتي. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد بر. لكل مسكين نصف صاع، هذا نص الحديث ما هو مد. نعم. أو مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. لا فرق بين التمر والبر، نصف صاع من الكل، هكذا ورد في الحديث. نعم. أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. مخير بين هذه الثلاث، إذا حلق أو قص أظافره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا على بدنه أو تطيب، في هذه الأمور فدية بالتخيير بين ذبح شاة وصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كما ورد في الحديث الصحيح في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه وأمره بالفدية على هذا التخيير. نعم. وفي جزاء صيد بين أما جزاء الصيد فإن كان له مثل فمثل ما قتل من النعم، وإن لم يكن له مثل فإنه يقوم بثمن الصيد المقتول بما يساوي، ثم يخير إما أن يشتري بهذه القيمة طعاما يوزعه على الفقراء، وإما أن يصوم عدد الفقراء، يخير بين أن يشتري طعاما يوزعه على الفقراء أو يصوم أياما بقدر الفقراء الذين يسعهم الطعام المقدر. نعم. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. لا فرق بين البر وغيره، نصف صاع. نعم. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. نعم. ويخير
التخيير إنما هو في غير المثلي، أما المثلي فيذبح مثله من النعم. نعم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. وأما فدية التمتع والقران هذه فدية نسك وليست جبرانا، فيخير فيها. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يرتب ما هو بيخير، يرتب فيها. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا أول شيء، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فيخير في فدية التمتع والقران، نعم، فيجب عليه في فدية القران يجب عليه الفدية، فإن عدمها فإنه يصوم على ما ذكره الله في القرآن إذا عدم الفدية. فمن لم يجد ليس فيها تخيير وإنما هي ترتيب. نعم. أعد. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، عدمه يعني لم يقدر عليه. نعم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. 3 أيام في الحج من حين يحرم بالحج، لو يوم العيد أول يوم من شوال، لو صام من أول يوم من شوال هذه 3 أجزاء إلى يوم عرفة، إلى قبل يوم عرفة، كل هذا محل لصيام 3. كونه يصومها قبل يوم عرفة أفضل. فإن لم يصومها جاء عليه يوم العيد فإنه لا يجوز له الصيام يوم العيد، لكن يصومها في أيام التشريق 11 و12 و13. نعم. و7 إذا رجع لأهله، يعني إذا انتهى الحج، إذا رجع إلى أهله يعني إذا انتهى الحج، فإن شاء صامها في الطريق وإن شاء أخرها إلى أن يصل إلى بلده فيصومها 7 ليكمل 10. نعم. أعد. والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. يوم عرفة لا يصومه الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة، لكن يكون قبل يوم عرفة، يكون صيامها قبل يوم عرفة، أما يوم عرفة فيكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. المحصر وهو الذي حبس بعد إحرامه، حبس عن المضي إلى مكة ولم يمكن من الوصول إلى البيت، حبسه عدو أو أصابه حادث سيارة لا يستطيع المضي في نسكه وهو محرم، فهذا يفدي. أو أصابه مرض حبسه فلم يستطع المضي في حجه، فهذا يفدي في مكانه الذي يحصر فيه. فإن لم يجد الفدي صام 10 أيام. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الحديبية، منعهم المشركون من الوصول إلى البيت الحرام، وتصالحوا معهم على أن يرجعوا من عامهم إلى المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فدا هو صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالفدية، وتحللوا من إحرامهم وليس عليهم شيء لأنهم أحصروا. والله جل وعلا قال: فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل يقضون، فليس فيه قضاء، المحصر ليس عليه قضاء، هذا هو المحصر. وإن لم يجد الهدي صام 10 أيام قياسا على القارن والمتمتع، وإلا هو ما فيه دليل على الصيام، لكن قاسوه على المتمتع والقياس فيه نظر. نعم. والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. إذا لم يجده يعني يجد الفدية، يجد الهدي الذي نص الله عليه: فإن أحصرتم
فما استيسر من الهدي. نعم. ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذا الذي سبق، أن إذا فعل محظورا ليس فيه إتلاف ناسيا، كأن لبس ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا، فليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. أي نعم، تسقط الفدية بالنسيان في لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس، هذا يعذر فيه بالنسيان. نعم. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. وإن يصرف الهدي المذبوح والإطعام، إن يصرف فيه في مكة على مساكين الحرم، ومساكين الحرم هم الفقراء الساكنون في الحرم أو الوافدون إليه وفيهم فقر، يأخذون حكم سكان الحرم، فلا يجوز أنه يذبح الفدية إذا جاء البلد أو في الطريق أو يتصدق في بلده أو في الطريق خارج الحرم، هذا لا يجزي، لا بد أن يكون في الحرم. الهدي والإطعام لا بد أن ينفذا في الحرم. وأما الصيام فيجوز في أي مكان، الصيام يجوز في أي مكان. نعم. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. إيه نعم، لو لبس خارج الحرم أو غطى رأسه خارج الحرم مثلا في عرفة، يتصدق في عرفة في المكان الذي وجد فيه فعل المحظور. نعم. إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم. وكذلك فدية الإحصار حيث وجد سببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى ذبح الهدي في الحديبية وهي خارج الحرم، ذبح الهدي في الحديبية وهي خارج الحرم، فدل على أن المحصر يقدم الفدية في المكان الذي أحصر فيه سواء في الحرم أو خارج الحرم، مثله غيره. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم فإنه لما كان ليس لسكان الحرم منفعة منه صار يجزي في كل مكان، صوم في بلده في الطريق. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة أو إذا قيل دم، فالدم المراد به الشاة، الشاة الواحدة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الدم، سواء كان في هدي التمتع أو القران أو كان في هدي الجبران، هكذا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر أن يشترك السبعة في البعير وفي البقرة. نعم. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. قضى جزاء الصيد الذي سبق وقلنا بالمثل أو بالقيمة، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، ما قضت فيه الصحابة وأثر عنهم فإنه ينفذ ولا حاجة إلى تحكيم غيرهم. أما ما لم يرد فيه حكم للصحابة فإنه يحكم فيه في وقته وفي مكانه. نعم. ويرجع في جزء قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، هذا عام. نعم. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، إلى قول عدلين خبيرين يحكم به ذوى عدل منكم. نعم. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه وحرم مطلقا صيد حرم مكة. هذا الصيد بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمحرم، أما غير المحرم فيجوز أن يصيد خارج الحرم،
يجوز أن يصيد خارج الحرم. قوله تعالى وحرم عليكم الصيد ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدل على أن غير الحرم لهم أن يصيدوا، لهم أن يصيدوا، هذا خارج الحرم. أما داخل الحرم فلا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغيره. داخل الحرم لا يجوز الصيد، صيد الطيور وما لجأ إليه من صيد البر لجأ إلى الحرم وهو ما كان داخل الأميال، فهذا لا يجوز، لا تنفير الصيد ولا قتله، لا ينفر صيده، قال صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، من باب أولى لا يجوز أن يقتل صيده، نعم، للمحرم وغيره، نعم. وفي كل السنة لا يجوز تنفير صيد الحرم ولا قتله من الطيور وغيرها، نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة، مطلقا يعني في حالة الإحرام وغير وفي حالة الحل، نعم، الإحلال، نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، نعم. حرم مكة له أحكام، أولا لا يجوز قتل صيده ولا يجوز تنفيره من أماكنه بل يترك ويؤمن. ثانيا لا يجوز قطع الشجر النابت في الحرم، الشجر النابت من السيل، أما الشجر الذي استنبته الإنسان وغرسه الإنسان فلا بأس أنه يأخذه أو يقطعه، إنما المراد الشجر الذي نبت على السيل، ليس للإنسان فيه تدخل، هذا لا يجوز للإنسان أن يقطعه أو يقطع شيئا منه. وكذلك العشب، العشب الذي ينبت في الحرم لا يجوز له أن يجمعه وأن يقطعه، لكن لا بأس أنه يرعاه، يجعل بهائمه ترعى منه، ما في بأس. أما أنه مثل ما هو في الحل يجمعون العشب ويخزنونه، هذا لا يجوز، لا يختلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه. وأما الزرع الذي زرعه فلا بأس أنه يأخذه، إذا كان له مزرعة في الحرم فيها أشجار وفيها زروع وفيها، لا بأس، هذا ما هو، هذا هو الذي أنبت استنبته وسقاه فله أخذه، نعم. وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، إلا الإذخر من نبات الحرام، وهو نبات معروف دقيق له سنبل أبيض، هذا يجوز قطعه للحاجة، لأن الناس يحتاجونه لسقف بيوتهم ولجعله على اللحود للأموات، لأنه يمنع التراب، فيضعون اللبن، يضعون اللبنات ثم يضعون بينها الإذخر ليسد الفتحات لئلا ينهال التراب على الميت، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم أنه يقطع للحاجة لتسقيف البيوت ولتسقيف اللحود به، نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، فيه الجزاء إذا قطع الشجر أو أخذ أو قطع العشب ففيه الجزاء بالقيمة، نعم. وصيد حرم المدينة، أما والمدينة أيضا، والمراد بحرم مكة ما كان داخل الأميال، هذا حرم مكة من جميع الجهات مجعول عليها أميال، يعني أعمدة قديمة وحديثة، أعمدة قديمة وحديثة واضحة، هذا ما كان داخل الأعمدة فهو حرم، ما كان خارجها فهو حل. كذلك المدينة لها حرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، المدينة لها حرم، حدوده من جبل عير المطل على ذي الحليفة إلى جبل ثور، وهو جبل صغير عند أحد، جبل صغير أحمر عند أحد،
هذا من الجنوب والشمال، من الشرق والغرب ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذا حرم المدينة محدد واضح بجبال وبحرة من الشرق والغرب، هذا لا يجوز قطع شجره أيضا. نعم. وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. حرم المدينة مثل حرم مكة، لا يقطع شجره ولا العشب النابت فيه إلا للحاجة، إذا احتاجوا فلا بأس أنهم يقطعون الشجر ويأخذون العشب، أما من غير حاجة فلا يجوز، لكن لو فعل لا جزاء فيه، يأثم وليس عليه جزاء. نعم. وكذلك الصيد، الصيد الذي يكون في منطقة حرم المدينة لا يصاد، لكن لو صاده ليس عليه جزاء، إنما يأثم. نعم. باب وقطع شجره وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب. قتب، القتب اللي يصنع للركوب على البعير، من أعواد، يصنع من أعواد للركوب على البعير، هذا يؤخذ من شجر المدينة لا بأس، لأنه لحاجة. نعم. حشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. أو تسقيف بيوت، يجوز، يجوز يقطع لأجل تسقيف البيوت بالخشب من شجر المدينة. نعم. لأن حرم المدينة أوسع حكما، أوسع حكما من حرم مكة. نعم. وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء، ولا جزاء فيه لو قطعه. نعم. باب دخول مكة. نعم. عرفنا أحكام الإحرام وأحكام الحرم، بقي معرفة الأحكام المتعلقة بدخول مكة للحاج والمعتمر. نعم. باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها. يسن دخولها نهارا من أعلاها، ويجوز ليلا، ويجوز ليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا من أعلاها، يعني من جهة، من جهة المعلات، من جهة المعلات وجه الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، جاء من المدينة ونزل في، ونزل في خارج، في جرول المسمى الآن جرول، نزل فيه في ذي طوى، نزل في ذي طوى اللي يسمى الآن جرول، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الصباح ركب وخرج من ريع الحجون، خرج من ريع الحجون على الأبطح، خرج من ريع الحجون على الأبطح ونزل في المعلات، نزل صلى الله عليه وسلم في المعلات عند مقابر المعلات المعروفة الآن، هذا يسمى الأبطح، نزل فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في ذاك الوقت واديا بطحا نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه بنيان ذاك الوقت، هذا من أعلاها، الدخول من أعلاها أفضل، وإن دخلها من أسفل فلا بأس، لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها، هذا هو الأفضل، ولو خالف لا سيما وقت الزحام الآن ما يتمكن الإنسان، إذا حصلت له فرصة للدخول أو الخروج من أي جهة لا بأس بذلك. نعم. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. نعم. ويسمون أعلاها كدا، يسمون أعلاها كدا، كلها من طريق كدا، وأسفلها من كدا بالضم، كدا وكدي، هذا يسمى المسفلة الآن، يسمونها المسفلة الآن. نعم. والمسجد من باب بني شيبة، هذا دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، أما المسجد فالأفضل أن يدخله من باب بني شيبة، وهو الباب الذي، الباب الذي يدخل على المطاف من عند الحجر، كان إلى عهد قريب موجود، موجود مكان الباب وعليه قوس باب بني شيبة، تدخل منه على المطاف على طول على محاذاة الحجر، لما جاءت التوسعة الأخيرة
شالوا هذا الباب من أجل التوسعة على الحجاج، لكن مقابله من الشرق، الباب الذي يقابله من الشرق هو له حكم باب بني شيبة فيدخل منه، مكتوب عليه باب بني شيبة فيدخل منه، هذا هو الأفضل وهو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دخل من باب الملك عبد العزيز أو من باب العمرة أو من باب المدينة أو أي أبواب الحرم لا بأس بذلك، لكن كلام في الأفضلية فقط. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا دخل المسجد الحرام فإنه يقول ما ورد في دخول المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا في كل المساجد يقول كذا. وإذا رفع يديه عند رؤية البيت ويكبر فلا بأس بذلك. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم طاف مطبعا للعمرة ثم يشرع في الطواف، ما يصلي يقول بصلي تحية المسجد، لا، أول ما يبدأ بالطواف لأنه هو تحية الكعبة والصلاة بعد الطواف، فيبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان متمتعا فينويه طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فينويه طواف القدوم، وينويه طواف القدوم وهو سنة، فأول شيء يبدأ به الطواف ولا يقول بصلي تحية المسجد. نعم. ثم طاف مضطبعا. طواف العمرة وطواف القدوم له سنن خاصة، أولها أنه يضطبع بالرداء، لأن إذا بغى يشرع في الطواف يضطبع، بمعنى أنه يخرج كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، فيجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مغطى، كتفه الأيمن مكشوفا وعضده مكشوفا، فإذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على هيئته وغطى كتفيه، فمحل الاضطباع هو الطواف من بدايته إلى نهايته. أما ما يفعله الجهال الآن إنهم إذا أحرموا من الميقات يضطبعون دائما مكشوف الكتف، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ولا أصل له، إنما هذا وقت الطواف فقط، وهو طواف العمرة أو طواف القدوم. نعم. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتم. عرفنا الاضطباع، عرفنا الاضطباع إخراج الضبع وهو العضد، هذا الاضطباع. نعم. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. المعتمر اللي يريد التمتع، وأما الذي يريد القران أو الإفراد فيطوف بنية القدوم، طواف القدوم، ويفعل مثل ما يفعل المعتمر، يضطبع. نعم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله. يبدأ بالحجر، بداية الشوط من الحجر، إن تمكن من الوصول إليه واستلامه بيده، مسحه بيده وتقبيله فهذا أفضل، وإن لم يتمكن استلمه فقط، إذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده فقط، وإذا لم يتمكن لا من تقبيله ولا من استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبر ويبدأ الطواف. نعم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه. إن شق استلامه للزحام أشار إليه عند محاذاته، يشير إليه بيده. نعم. فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. يقول الله أكبر، يقول الله أكبر رافعا يديه يشير إلى الحجر، ثم يبدأ الطواف ويقول اللهم إيمانا بكتابك اللهم إيمانا بكتابك واقتداء بنبيك، ويدعو بما تيسر. نعم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف. ويرمل الأفقي فيها. هذه السنة الثانية من سنن طواف العمرة وطواف القدوم، السنة الخاصة
أما سنة الاستلام والإشارة هذه عامة في كل الأطواف، لكن السنة الخاصة بطواف العمرة أو طواف القدوم أولا الاطباع، ثانيا الرمل، الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، يسرع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل وهو للرجال خاصة، أما النساء هي ضعيفة لا يشرع لها الرمل. نعم، في الأشواط الثلاثة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإظهارا للقوة والنشاط. نعم. ويرمل الأفقي، الأفقي يعني القادم، مراد بالأفقي القادم خلاف المكي، هذا لا يرمل. نعم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. فإذا فرغ من الطواف، طاف سبعة أشواط، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، سبعة أشواط كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، فإذا فرغ من السبعة فإنه يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، إن تيسر أن يصليهما عند مقام إبراهيم فهذا أفضل، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم امتثالا لهذه الآية، اجعله بينه وبين الكعبة ويصلي. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة ويرتفع به، يرتفع وينخفض به عليه الصلاة والسلام وهو يبني، فجعل الله هذا الحجر مقام إبراهيم يصلى عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي الركعتين في أي مكان من جوانب الحرم والأروقة أو السطوح أو أي مكان، وإن خرج صلاهما في بيته أو في منزله لا بأس بذلك. نعم. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا، هذا مرة ثانية، إذا بغى يسعى صلى الركعتين من الطواف وأراد أن يسعى يرجع إلى الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا شاق الآن مع الزحام وشدة الزحام لا يمكن أنه يرجع ويستلم الحجر. نعم. واستلامه بهذه الصورة هذه سنة ما هو واجب. نعم. ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه. لعلنا نقف عند السعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، الشعير هل المقصود به الذي تأكله الحيوانات الآن أم شيء آخر؟ هو الشعير، كان هو قوتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلون الشعير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير ولا يتيسر، أيضا ما يتيسر له ولا الشعير أحيانا. نعم. وإذا كان هو فهل يخرج في هذا الزمان للفقراء؟ إذا أخرجه أجزى، ما نقول أنه ما يجزي وهو قد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أخرجه يجزي وينتفع به الفقير بأي وجه، بالأكل أو بإعلافه بهائمة أو ببيعه ينتفع به، هو الشعير ينتفع به الآن، ما هو بشيء ما له قيمة، له قيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحج، لكن إذا أخرج من أجود ما يكون في وقته، من أجود ما يطعم أهله فهذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحج الماضي نمت في فراش على شكل كيس وأنا محرم، علما بأنني أجهل الحكم وقد أدخلت رأسي من شدة البرد، فما حكم ذلك؟ إذا كان معك فراش في سحاب تغلقه على نفسك فهذا لا يجوز للمحرم، يجعله مفتوح ويلتحف به وهو مفتوح ولا يدخل فيه على شكل ثوب، هذا لا يجوز للمحرم، لكن ما دام أنك جاهل أو ناسي فليس عليك شيء، وإذا غطيت رأسك متعمدا فعليك الفدية،
وإن غطيته ناسيا أو نائما ليس عليك شيء، لكن حين ما تتنبه تكشف رأسك، حينما تتنبه أو تنبه فإنك تكشف رأسك ولا شيء عليك ما دمت إنك ناسي. بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أما هالفراش اللي جد الآن صار يدخل بها الإنسان ويغلق على نفسه ويصير في داخل كيس، هذا لا يجوز للمحرم لأنه مخيط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ الشعر الذي فيه الفدية هل هو خاص بشعر الوجه والرأس فقط؟ كل شعر البدن، كل شعر البدن إذا حلقت شعر سواء من رأسك أو من صدرك أو من رجليك أو من شاربك أو في كل شعر البدن لا يجوز وأنت محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جامع الرجل امرأته ولم يعلم بالحكم فهل عليه فدية أم يكفيه القضاء فقط؟ عليه فدية، لأن الواجب أنه يتعلم أحكام الحج وأحكام العمرة، وهذا ميسور يقرأ ويسأل، فهو مفرط ومهمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قبل زوجته ناسيا أو متعمدا وهو محرم فهل يلزمه فدية في ذلك؟ إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا كان متعمدا وحصل منه إنزال كما سمعتم هذا عليه الفدية، ولكن لا يفسد نسكه، لكن عليه الفدية. وإن لم يحصل منه شيء فيأثم على فعله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا، قوله تعالى فلا رفث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوان الأهلي مأكول اللحم إذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم فهل في ذلك فدية؟ لا، العبرة بأصله، أصله أنه أهلي ما هو وحشي، وكذلك الوحشي إذا تأهل العبرة بأصله فهو صيد يجب فيه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي كبيرة السن وإذا أحرمت غطت وجهها حتى ولو كانت عند النساء في الشقة أو الخيمة، وكذلك عند المحارم وهي محرمة، فهل في ذلك شيء عليها؟ نعم، لا يجوز لها هذا، نبهوها على ذلك. إن كانت عند نساء أو عند محارمها تكشف وجهها، أما إذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي وجهها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت أنا وزوجتي قبل 5 سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر من النقاب شيء، وعندما سألنا عن حكم ذلك قيل بأنها لا تعتبر لابسة للنقاب حينئذ لأنها غطت، فما الحكم في ذلك؟ هذا خطأ، الجواب هذا خطأ، فعليها الفدية لأنها لابسة للنقاب سواء برز أو أخفته، لابسة للنقاب مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا الجواب خطأ، ولا أظن طالب علم يجيب بهالجواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جامع زوجته وهو حاج قبل التحلل الأول فهل عليه أن يحج في العام المقبل أو يكون ذلك في ذمته على التراخي وليس على الفور؟ على الفور مع الإمكان فيحج من قابل، إذا لم يتمكن لعذر يؤخر القضاء إلى عام آخر ويكون معذورا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه بقية من صيام فدية التمتع أو القران فهل يجوز لأقاربه أن يصوموا عنه؟ نعم. إيه نعم، يصومون عنه، نعم، يبرئون ذمته. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتل الضبع فيه فدية وذلك إذا كان خوفا منه؟ الضبع صيد، نعم، فيه شاة، الضبع صيد فيه بقرة، أظن فيه بقرة فهو صيد حلال. نعم. يقول وإذا قتلته خوفا منه فهل فيه فدية؟ إن كان صائلا عليك تخاف منه فليس فيه فدية، أما إذا لم يصل عليك
ولكن أنت قتلته للأكل هذا فيه الفدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس الإزار قبل الميقات فهل في فعله شيء؟ نعم، إذا أحرم، إذا إيش؟ لبس الإزار، يعني قصده تهيأ للإحرام، مثلا بيركب طائرة ولا شيء سريع يتهيأ للإحرام، ما في بأس التهيئ، ما في بأس يلبس ملابس الإحرام، لا من باب الإحرام وإنما هو من باب التهيئ فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤلف رحمه الله ذكر في حق المحصر إذا لم يجد فدية صيام، إذا لم يجد فدية صام 10 أيام ثم حل، ما المراد بذلك؟ هل لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يصوم 10 أيام؟ نعم، مثل ما أنه ما يحل إلا لما يذبح الفدية، لا يحل حتى يذبح الفدية، فكذلك البديل وهو الصيام. لكن أنا قلت لكم الصيام في هذه المسألة فيه نظر، لأنه لم يرد في القرآن، الله جل وعلا قال فإن حصلتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فصيام كما قاله في التمتع والقران. الصحيح أنه ليس عليه صيام، تكفي الفدية إذا وجدها، وإذا لم يجدها فليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دليل من السنة أن أقل من 3 شعرات أن فيه إطعام مسكين، أم هو اجتهاد من الفقهاء؟ اجتهاد قالوا إن الثلاث فأكثر جمع، وأما ما دونها فليس بجمع، فهذا اجتهاد منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذبح هدي التمتع خارج حدود الحرم فهل ذلك يجزئه؟ لا يجزئه ذبح هدي التمتع خارج الحرم ولا هدي القران، لابد أن يكون في الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشها أن فيه جزاء، فما هو الجزاء في ذلك؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة والنظر، يقومون ويثمنون بما يساوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد، هل يكون تقويم الدراهم في المصيد أو في مثله من بهيمة الأنعام؟ يقول ما لا مثل له من بهيمة الأنعام في فدية الصيد، هل يكون تقويم الدراهم في المصيد أو في نعم هكذا أو في مثله من بهيمة الأنعام؟ في المثل، أول شيء المثل، إذا وجد المثل يفدي بالمثل، وإذا لم يكن له مثيل فإنه يقوم الصيد، يعني الصيد يقوم بما يساوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية؟ إذا كانت جاهلة أو ناسية ثم نزعته بعدما تبين لها فليس عليها شيء، لأنها معذورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غطى رأسه وهو محرم 10 أيام بسبب البرد، فهل عليه فدية واحدة أم عن كل يوم فدية؟ لا، عليه فدية واحدة سواء طالت المدة أو قصرت، عليه فدية واحدة. نعم. لكن لو إن كان قصده إنه غطاه ثم كشفه ثم في اليوم الثاني غطاه ثم كشفه، هذا كل مرة لها فدية. أما إذا وضع الغطاء واستمر مدة طويلة فالفدية واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب مكة ما يفعله البعض من تخويف الحمام المنتشر قرب الحرم وتنفيره، هل هو من التنفير المحرم ولو كان بغير قصد الصيد؟ نعم، تنفيره، مجرد تنفيره حرام، لا ينفر صيده كما في الحديث الصحيح، فلا يجوز له أن ينفره الحمام ولا غيره. نعم. يقول وهل ينهى الأطفال عن ذلك أم يتركون؟ إلا ينهون عن ذلك، ينهاهم وليهم ومن رآهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قطع الإذخر في الحرم مباح مطلقا أم بقدر الحاجة فقط؟ قدر الحاجة فقط، إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضرت الصلاة المفروضة
أثناء الطواف، فماذا أفعل بعد أداء الصلاة؟ هل أعيد الطواف كاملا أم أكمله؟ تعيد الشوط الذي صليت فيه، تعيد من أوله، أما الأشواط التي قبلها فهي صحيحة تبني عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من له أرض داخل حدود الحرم ونبت فيها شيء بسبب المطر، فهل له أن يزيل ما نبت؟ إن كان له حاجة بالأرض ولا يمكن ينتفع بها إلا بإزالة يزيله، أما إذا لم يكن له حاجة في الأرض فيتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يؤدي الإنسان مناسك الحج أو العمرة أحيانا يطأ جرادا حيا فيموت الجراد، فهل الجراد يعتبر من صيد الحرم وماذا فيه؟ الجراد من صيد البحر، من البحر، هو بحري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الطواف وذلك في العمرة، وكانت العمرة الأولى لي، لكنهم ذكروا أنه هو من صيد البحر، لكنه صيد البحر إذا جيب حي، وإذا جيب من البحر حي وأمسكه يأخذ حكم صيد الحرم ما دام أنه حي. الجراد فيه جزاء، يقوم ثمن الجراد اللي هو أتلف، يتصدق بقيمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الطواف أثناء العمرة وكانت العمرة الأولى لي، وأنا في طوافي انتقض الوضوء مني، وأنا أعلم أن طوافي بهذه الحالة غير صحيح، ولكن قد استحيت من الشباب الذين كانوا معي وخوفا أيضا من أن أضيعهم، حيث إن عمري 15 عاما، فهل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ لا، ما هي صحيحة عمرة، وعليك أن تعيد ملابس الإحرام وتعود إلى مكة وتؤدي العمرة، لأنك ما زلت محرما، ما زلت محرما، فتعيد ملابس الإحرام وترجع بالحال وتؤدي عمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صيام الثلاثة الأيام في فدية النسك يبدأ من أول شوال، فهل يجوز صيامه قبل الدخول في النسك وقبل الذهاب إلى مكة؟ لا، ما يصوم إلا إذا أحرم، لو أحرم أول يوم من شوال يبدأ الصيام، أما إذا لم يحرم فلا يبدأ الصيام إلا وهو محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صام يوم 7 والـ8 وبقي له يوم، فهل يصوم عرفة أم يؤخره إلى ما بعد العيد؟ أخره إلى أيام التشريق، يصوم بعد العيد. نعم. وهل يؤثر ذلك الفصل بيوم العيد؟ لا، ما يؤثر، 3 أيام في الحج لم يذكر الله جل وعلا أنها متتابعة، فلو فرقها في الحج فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أحرم من الميقات بعمرة، فلما كان قبل مكة رجع إلى الرياض دون أن يؤدي عمرته وذلك بلا عذر، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أنه يرجع ويكمل عمرته، ما زال محرما، يعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويؤدي العمرة. العمرة ما هو أتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، فإذا أحرم بالنسك صار واجبا عليه المضي فيه وإكماله، ولا يخرج منه إلا بأداء المناسك، هو المسألة لعب وبهواء، لا، هذا أحرم فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء المناسك، إلا إن أحصر، إلا إن أحصر هذا له حكم آخر، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويبادر بالرجوع ويؤدي العمرة. نعم، لأنه ما زال محرما إلى الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بأهل الخبرة في جزاء الصيد؟ هل هم أناس معروفون محددون؟ الخبرة، كل الخبرة في كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، كلها المهنة يعرفون الخبرة اللي يزاولون الصيد ويعرفون قيمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تكبير عند نهاية الشوط 7 في الطواف؟ نعم، يكبر عند الحجر كما كبر في البداية، يختم التكبير كما بدأ بالتكبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة لمن صلى 2 ركعتين بعد الطواف وأراد السعي أن يذهب إلى بئر زمزم للشرب منه قبل ذلك، أو تحصل السنية بشرب ماء زمزم من أي مكان في الحرم؟
حسب المتيسر، إن تيسر أنه يشربه في طريقه إلى السعي فهذا أفضل، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيسر له فإنه يشرب من أي مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف أم أنه لا يكون مسنونا إلا مع الطواف؟ لا يكون مسنونا ومشروعا إلا مع الطواف، تابع للطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على المسلم فدية الحج من قابل ثم مات فماذا عليه؟ يقضى عنه، يكلف من يحج عنه، من يقضي عنه الحج من ماله إن كان له مال. إذا لم يكن له مال وتبرع أحد بقضاء الحج عنه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ملتصقا بالكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الزحام زاد أبعده عن الكعبة؟ هذا هو المشهور. نعم، هذا هو المشهور أنه كان ملتصقا بالكعبة، ولما جاء الزحام عمر رضي الله عنه وضعه في هذا المكان. والقول الثاني أن هذا مكانه الأصلي ولم يكن ملتصقا بالكعبة. المسألة فيها خلاف، ونظرا لما حصل من الخلاف لما أرادوا التوسعة لم يزيلوه عن مكانه، رغم أنه صدر فتوى في إزالته، لكن لما حصل خلاف من العلماء وحصل شيء من النزاع رأوا أنه يبقى في مكانه ويحطون عليه البرواز هذا يحفظه، وصار المصلحة في هذا الحل والحمد لله. نعم، زال النزاع وبقي المقام في مكانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بدأ الإنسان الطواف عند الحجر الأسود هل يقول بسم الله الله أكبر؟ وهل هذا الفعل في الشوط الأول فقط أم في كل شوط من الأشواط السبعة؟ بسم الله لم ترد، لكن يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ما بسم الله ألم أعلم أنها واردة في هذا المكان. نعم. وهل هذا الفعل في الشوط الأول أم في كل الأشواط السبعة؟ كل الأشواط، كل ما استلمه أو أشار إليه كبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقرأ القرآن أثناء الطواف هل ينكر عليه؟ وماذا نقول لمن قال إن هذا فعل باطل ومخالف للسنة؟ هذا جاهل ولا يدري أنه جاهل. الطواف أمره واسع، يدعو، يقرأ القرآن، يسكت، لا بأس بذلك، فهو مخير، إن شاء يسكت سكت، وإن شاء يدعو دعا، وإن شاء يقرأ القرآن بعد هذا أفضل، هذا أفضل أنواع الذكر تلاوة القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين عند رؤية البيت، هل ذلك على هيئة الرفع في الدعاء أم الرفع حال الإشارة في إلقاء السلام؟ هذا ما ثبت، هذا ما ثبت، إنما هو استحسان من بعضهم، ما ثبت أنه يرفع يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المحصر إذا وجد الهدي أو لم يجده هل يلزمه حلق رأسه؟ يقول هل المحصر إذا وجد الهدي أو لم يجده فهل يلزمه حلق رأسه؟ المحصر أي نعم، يتحلل من الإحرام، ما يبقى محرما، يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فدى ثم حلق عليه الصلاة والسلام، أو حلق أولا ثم فدى، فلا بد من الأمرين، الحلق والذبح، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتمتع هل يتحلل بعد رمي الجمرات والحلق؟ المتمتع هل يتحلل المتمتع بعد رمي الجمرات والحلق؟ والحلق، الجمرات ما فيه جمرات يوم العيد، ما فيه إلا جمرة واحدة، جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الكامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت متمتعا وأنهيت جميع مناسك الحج ولبست ملابسي قبل أن أذبح هدي التمتع، فهل في فعلي شيء؟ إيش؟ يقول حججت متمتعا وأنهيت جميع مناسك الحج ولبست ملابسي قبل أن أذبح هدي التمتع، فهل علي شيء؟
الذبح ليس له دخل في التحلل، قدمته في أول في يوم العيد وأخرته ليس له دخل في التحلل. التحلل يتعلق بالثلاثة: الرمي والحلق والطواف والسعي. أما الذبح فلا يدخل في هذا، تذبح متى تيسر لك ولو في آخر يوم من أيام التشريق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كلفني أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقاربه، فهل يجوز أن أخذ مقابلا من المال أكثر من تكلفة الحج؟ إذا أعطاك إياه ولم يقل ترد الباقي، تنفق وترد الباقي فهو لك. أما إذا قال تنفق منه ترد علي الباقي فيلزمك رد الباقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة المحرمة هل لها أن تمشط شعرها؟ إيه نعم، لكن برفق، يعني قصدك تمشط بالمشط لا بأس، لكن برفق لئلا يتساقط شيء.